السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسماء طارق من تيم ار كورس. ان شاء الله نشرح الجزء الثاني من محاضرة الكونجنكتيفا او من شابتر الكونجنكتيفا. هنبدأ من اول جزء السبرينج كتور صفحة 87 تقريبا، او 87 من كتاب زيتونة. عايزين بس في ان شاء الله في شرح الفيديو ده هيكون في كذا موضوع، تمام؟ فبدل ما تسمع الفيديو بعدين تلاقي ان قدامك مثلا فرنج 13 15 صفحه لسه انت هتواجههم مع نفسك وكده، فالافضل بعد كل بارت توقف الفيديو تقراه مره او مرتين يعني حسب استيعابك، وبعدين ترجع تكمله تاني، تمام؟ اول حاجه اول موضوع نتكلم عنه هو السبرينج كتار، او حاجه اسمها فيرنال كراتو كونجنكتيفايتس. السكين سبرينج كتار هو اسمه الرمد الربيعي، تمام؟ ولكن هو مش بيحصل في فصل الربيع بس، هم اكتشفوا ان هو بيحصل في اي وقت، وكمان بيزيد كمان في الصيف او بيبقى موجود في الصيف بوضوح، فلقوا ان يعني دي تسميه مش دقيقه قوي، فخلوا ان تسميتها فيرنال كراتو كونجنكتيفايتس، تمام؟ المرض ده بيجي بايلاترال، بيجي في العينين وبيكون ريكورنت بايلاترال وريكورنت كرونيك سيزن الرجيك كونجنكتيفايتس، يعني التهاب وملتحمة العين بيحصل بسبب الرجي او حساسيه، وبيكون حاجه كرونيك، ده حاجه مزمنه وبتيجي سيزونال او موسميه كل فتره كده، تمام؟ الالرجي اللي بتحصل فيها بتكون تايب 1 الرجي، تمام؟ وبيكون اصلا السبب اكسوجينس الرجين، زي ناس عندها حساسيه من اشعه الشمس عشان الالترا فايلت ريز، في ما عندهم حساسيه من البولنز او حبوب اللقاح، من الدست والفيومز التراب والعوادم والادخنه والكلام ده، تمام؟ السن اللي بيجي لهم اكتر السبرينج كتار بيكون من 5 ل 25 سنه، واكتر في الولاد، وسيزن سبرينج اند سمر. هو هنا بتيجي في اي وقت عامه عادي، بس السيزن بتاعها مكتوب عندنا سبرينج اند سمر، وبتسميها سبرينج كتار عشان كده قلنا التسميه غير دقيقه قوي، فالافضل فيرنال كراتو كونجنكتيفايتس، هم نفس الحاجه عامه، بس لما يجي السيزن بتاعها هو سبرينج اند سمر، بس هي عامه بتيجي في اي وقت عادي. الفاميلي هيستوري بوزيتيف، يعني عادي تلاقي ان الشخص اللي عنده الحساسيه ده حد يعني واخدها من حد من عيلته. بيكون معايا حاجه اسمها كراتوكونس، والكراتوكونس ده يعني ان القرنيه بتكون تاخد شكل مخروطي، وهيوضح لكم في الصور الموضوع دلوقتي. طب ايه اللي يخلي القرنيه واخده شكل مخروطي او اسمها كراتوكونس او كده؟ بسبب الاي رابينج، ان الشخص ده من كتر الحساسيه، طبعا في حساسيه على طول الرجي بتساوي على طول ان في اتشنج، فبيعمل اي رابينج كتير، هو مش بياخد علاج مناسب يعالجه، فعلى طول بقى بيراب ذا اي او بيقعد يفرك فيه، فده يعمل يخلي فيه شكل في القرنيه او يخليها في شكل مخروط شويه، تمام؟ الكلينيكال بيكتشر، اول حاجه هنتكلم على السيمبتومز، العيان ده جاي لي هو حاسس بيه، فانا بقول حاجه عندي حاجه اسمها الدي دي ار، تمام؟ الدي اللي هي ديسكمفورت، الشخص ده جاي بيحس مش مرتاح، يعني مش مرتاحه، في ديستشارج، في حاجات افرازات بتخرج من عينيه، وردنس عينيه حمراء طبعا، تمام؟ بعد كده دي اول بوينت، بعد كده الاتشنج، قلنا الاتشنج دي مهمه جدا، كتب جنبها ذا هول مارك اوف الرجيك كونجنكتيفايتس. بعدين تاني وصف اسمه ثريدي رابي وايت ستيكي ديستشارج، يعني بيبقى فيه افرازات كده وايت وستيكي، ويعني طب بتبقى شفتوا وصف مثلا الجبنه الموتزاريلا ان هو بتكون بتشد شويه ولونها ابيض وستيكي كده يعني، تمام؟ ميكانيكال توزز، في ارتخاء في جفن العين، ده الحاجات اللي هو جاي حاسس بيها، انا مش مرتاح وفي افرازات وعينيا حمراء وعلى طول في اتشنج او حكه، وده طبعا دي قنايه مهمه جدا طالما بتتكلم في الرجيك كونجنكتيفايتس، التهاب الملتحمه او ملتحمه العين سببه الرجي او حساسيه، تمام؟ وقام وصف لك الديستشارج اللي بيخرج من عينه ان هو ثريدي رابي وايت ستيكي، وطبعا اي وصف للديستشارج او الحاجات دي بتكون من الحاجات المهمه يعني. المهم، وفي طبعا ميكانيكال توزز، ان يعني جفن عينه واقع شويه. طيب ساينس بقى، قالك انا اللي هلاحظه عليه كذا حاجه، لو هي مثلا بالبيبرل الاول، حاجه اسمها كابل ستون بابيلي زي اللي في الصوره دي بالظبط، انا مش قلتهاش تقريبا، المنظر ده هي الصوره دي كده، شايفين الجزء ده كده كله، هو بقى الجزء ده ان هو بيكون دي الكابل ستون بابيلي، المنظر ده كده، ده ان هي زي الاحجار اللي موجوده تحت بعضها او جنب بعضها، سوري كده المنظر ده، فبتبقى فلات توب لارج فلات توب، وبتاثر على الابر بالبيبرال كونجنكتيفا، تمام؟ طبعا انتم من الاناتومي فاهمين الموضوع ده وعندكم خلفيه، تمام؟ ان في بالبر وفي بالبيبرال والكلام ده، تمام؟ والبالبر يعني الكونجنكتيفا باختصار، اللي مبطنه او مغطيه الاوتر كافرج بتاعه الايلتس، يعني سواء فوق او تحت، تمام؟ بعد كده هيتكلم ان انت بتقولك لو يعني لو قلب الجفن كده لمده دقيقه على طول هيبقى متغطي بستيك ديستشارج مليان ايزينوفيلز، دي برضو يعني مهمه. طيب بالبر او لمبل تاني نوع، قالك انت هتلاقي جيلاتينوس ماس حوالين اللمبس، فيها حاجه اسمها بقى ترانتس بوتس، ترانتس بوتس اون ذا توب، ده بيكون نيكروتيك ايبيثيليوم، يبقى الايبيثيليوم اصلا متاكل تماما، ميت تمام كده، مع ايزينوفيل وكالسيوم، تمام؟
يبقى هنضيف هنا موضوع الكالسيوم عشان في نيكروزز والكلام ده، دي اصلا جيلاتينوس ماس حوالين اللامبس ده كبالبر يعني، فيها ترانتا سبوتس. مين الترانتا سبوتس اللي موجوده على التوب دي؟ نكرات الكبسيه موز زينوفيل اند كالسيوم اللي هو ده، تمام. قالك بسبب بقى موضوع السبرينج كتار ده ممكن يحصل مضاعفات في الكورنيا، تمام. اول حاجه انا عندي مثلا سوبرفيشال كيراتايتس، تمام، التهاب في القرنيه يا جماعه، تمام. ده بيكون في بقى حصل بانكتيت مايكرو ايروجنز، ايروجنز صغيره خالص، وكلمه بانكتيت دي يعني منقطه يعني عامله زي النقط كده، تمام. بعد كده هيتكلم ان انا هيحصل حاجه عندي اسمها الكورنيال بلاك. كورنيال بلاك يبقى دي ماكرو ايروجنز مع درايد ميوكوس، عمل لي حاجه اسمها شيلد ألسر، دي كورنيال بلاك. طيب هيبقى في ماكرو ايروجنز، تمام، هيبقى في ريسك اوف كراتوكونوس، في طبعا اكيد احنا سالناها فوق ان طبعا في اي رابنج كتير يعمل لي، يبقى في عندي ريسك ان يحصل لشخص ده كراتوكونوس او القرنيه تكون شكلها مخروطي، تمام. انيولار، ويحصل كمان انيولار بانس، دي من الكومبليكيشنز يعني. ما لقيتش صوره واضحه لموضوع الانيولار بانس توضحه، بس بيبقى مشكله كده ايه في شكل، واخده شكل حلقه كده، وبتكون مش عارفه اوصفها، ممكن تبقى يعني معتمه شويه، تمام، ما علينا، فممكن توضح بعد كده يعني. العلاج بقى للسبرينج كتار ده، قال انا عندي دي هعالج during the attack و in between attacks. during the attack ممكن نخلي العلاج على بعضه كده، تمام. during the attack انا هستخدم ايه؟ هستخدم non steroidal anti inflammatory drugs، وبعدين هستخدم topical short course steroids اقل من اسبوعين. انا هستخدم steroids هتساعدني جدا في حاجات كتير، وان انا اخفف الحساسية والإديمة الناتجة عنها وكل ده، بس فترة اقل من اسبوعين. وممكن كمان احقن steroids جوه الليجن، يعني لو في مثلا supraterminal injection كده للsteroids دي، هستخدم topical decongestants، حاجات يعني موديلات احتقان كده موضوعية. طب هستخدم برضو نقط للعين antihistaminic عشان الحساسية. هستخدم topical cyclosporin، cyclosporin هنا بستخدمه في حالات الحالات الريزيستنت، الحالات المستعصية اللي انا استخدمت لها نون انفلاماتوري دروجز، واستخدمت شورت كورس ستيرويدز، وعندي هيستامينك اي دروبس، وحقنت كمان ستيرويدز جوه الليجن سوبراترسل انجكشن، واستخدمت توبيكال دي كونجستنس، كل الكلام ده، بس برضو الحالات ريزيستنت، فهضطر استخدم سايكلوسبورين توبيكال، تمام. قالك اخر حاجه بقى ان انا هستخدم سيمتوماتيك تريتمنت، ان انا هخليه يلبس دارك جلاسز، وهيستعمل كمان كمادات ميه بارده او كمادات بارده او ثلج او ايا كان يعني، كولد فانتس، تمام. مضاعفات الابيوز اوف توبيكال ستيرويد. دلوقتي انت واحد زي ما قلت هنستخدم شورت كورس اوف ستيرويد، الدكتور اللي هيكون واصف حاجه زي كده، وممكن نضطر نحقن ستيرويدز جوه الليجن نفسها زي قلنا سوبريتارسال انجكشن اوف ستيرويد في بوينت الرابع من العلاج ديورنج اتاك. ولكن مثلا الطفله بتاعها الكلام ده، تمام، وطبعا احنا قلنا ان السبرينج كتار ده بيحصل بشكل موسمي، وده حاجه كرونيك ومش عارفه ايه وكده، فكل فتره الطفل ممكن يشتكي من نفس الحاجه، فالام من نفسها هو ارتاح على القطره دي تفضل مكمله له بالموضوع ده، واحنا اساسا الدكتور بيوصفه لفتره اقل من اسبوعين، تمام. فالمهم ده طبعا ده اسمه ابيوز، ده سوء استخدام للتوبيكال ستيرويدز، تعرض الطفل ده بعد كده لكاتركت وجلوكوما وفيرال انفكشنز، لان زي ما احنا عارفين ان الستيرويدز بتوقع المناعه بشكل او باخر، فبالتالي هيكون عدوى اكتر للانفكشنز، تمام. ان بتوين اتاكس، ان بتوين اتاكس ما بين كل مره بيتعب فيها كده في الفتره اللي في النص، بستخدم ماسك ستابلايزر، والماسك سيل ستابلايزر بيكون اسمه صوديوم كروموجلايكيت، داي صوديوم كروموجلايكيت وانتي هيستامين، وهستخدمه كمان ان انا هغير له الاتموسفير البيئه اللي حواليه، لان ممكن يكون هو في منطقه كلها زرع ومش عارفه ايه، فعنده حساسيه بيتحسس اساسا من البولن، فممكن نغير الموضوع ده وهكذا يعني شرح نفسها. فان بتوين اتاكس هستخدم ماسك سيل ستابلايزر وداي صوديوم كروموجلايكيت وانتي هيستامين، وان انا اغير البيئه اللي هو قاعد فيها. ده اول بارت، هنكمل بعد كده، بس لو حابين او الافضل ان احنا على طول تقوموا انتوا قرانا، احنا وضحنا الموضوع، مش مستاهل بس اللي تقراوه مره او حاجه، السبرينج كتار او الفيرنال كراتيك كونجكتيفايتس. بعد كده نتكلم عن الفلكتين، الفلكتينيلر كراتيك كونجكتيفايتس، ده برده بيكون بسبب حساسيه، بس المره دي تايب 4 او ديليد هايبر سنسيتيفيتي، والسبب بتاعه اندوجينوس انتوجين، يعني شخص عنده بليفرايتس بسبب الاستاف، شخص عنده شست تي بي، شخص عنده تونسيلايتس بسبب الستريبت، انتستاينال بارازايتس، دي كلها تقوم طالعه على العين وعامله له الالتهابات بسبب يعني الالرجي، التهابات وحساسيه. الحساسيه دي بتكون تايب 4 وبسبب اندوجينوس انتوجين زي ما قلنا، تمام. الكلينيكال بيكتشر عيان الفلكتينيولار كراتيك كونجكتيفايتس ده هيجي لي بايه؟ قالك الاعراض اللي هتيجي خاصه في الاطفال في موضوع البرازايتس والكلام ده، او حتى التونسلايتس او الجست تي بي، المهم كلها فعلا بتكون يعني مينلي في الاطفال، هيجي لي بينلس نوديول ان ذا بالبر كونجكتيفا، نوديول كده موجوده في البالبر كونجكتيفا، يعني الجزء اللي هو ايه الابيض هنا كده اللي حوالين اللي هو على جانبي الكورنيا كده، المهم في الاجزاء البيض، هنشيل ده الاجزاء دي كده، بيكون بقى في بينلس نوديول، ادي النوديول اهي، مش بيحاسس بيها بس بيبقى حاسس بيها، تمام، حواليها ريدنس او هايبريميا الحاجات دي كده،
هويا محمر وسمايل ديسكمفورت حاسس ان هو مش مرتاح. بعد كده قالك بيحصل حاجه اسمها بليفاروسبازم. البليفاروسبازم يعني عينه بتبقى قافله شويه كده، العين اللي فيها النوديول يا جماعه او الفلكتين الاركراتيك كونجكتيفايتس او الفلكتين بتكون مقفوله شويه عن اللي جنبها، تمام؟ وبيكون طبعا فيه لاكريميشن، تمام، بتدمع. فوتوفوبيا دي في حاله ان الموضوع يكون ايه، راح قرب من الكورني، يبدا انه يبقى عنده مشاكل مش قادر يبص في الضوء يعني، تمام. طيب الساينز بقى ايه اللي انا هلاحظه عليه شويه. اول حاجه هنتكلم الساينز، هن في نوديول، النوديول دي بتكون جراي وايت او يلو، وبيبقى حواليها زون اوف هايبريميا زي ما شفنا في الصوره، بتكون من 1 ل 3 مللي، وممكن تبقى سنجل او مالتيبل، واحده بس او اكتر من واحده، يونيلاترال او بايلاترال في العين او في العينين، تمام. السايت بتاعها ممكن تبقى بالبر كونجكتيفا او ليمبس، يعني موجوده في البالبر، البالبر سايت من الكونجكتيفا او في الليمبس. الكورنيال كومبليكيشنز بقى لو الموضوع ده يعني ايه اللي هيحصل من مضاعفاتها، ان هي تروح تضرب الكورنيا عامه، يعني الموضوع ما عارفين ان هو في الكونجكتيفا، المضاعفات ان هي تروح ناحيه الكورنيا تعمل فيها اللي هو الفلاكتن او فلكتانيولر بانوس، او ان يحصل ألسر. انواع الألسر دي ممكن تبقى مارجنال، ممكن تبقى رينج او انيولر حلقيه او مدوره، ممكن تبقى فيسيكولر، والفيسيكولر عامه دي هتبقى اكيوت سوبرفيشال سيربيجينوس ألسر. وادانا هنت كده في الجدول اللي على جنب ده بيتكلم لك عن السيربيجينوس ألسرز عامه، واداني ان هي ليها كذا نوع، الفيسيكولر اللي احنا بنتكلم عنه وان هو ده اكيوت سوبرفيشال، وفي المورنز وده كرونيك اند ديب عكسها تماما، وفي حاجه اسمها تيبيكال هايبوبيان وده بيبقى اكيوت اند ديب، ودي هتحفظ زي ما هي، تمام. بس هنعلم الفيسيكولر ألسر اللي هي تبعنا دلوقتي بنتكلم عنها دي اللي معانا فطبعا الاكيوت اند سوبرفيشال، لكن اللي هنقوم حاطين عكسها تماما يبقى المورنز تبقى كرونيك اند ديب. طيب اكيوت وديب بقى يبقى تيبيكال هايبوبيان، تمام. طيب مضاعفات بقى، ان يحصل اصلا المضاعفات اللي هي مشاكل في الكورنيا على طول، هيبقى في ريكيرنس كورنيال ألسر اند اوباسيفيكيشن، لو حصل تقرح في القرحه في الكورنيا على طول يحصل عتامه، ممكن الشخص ما يشوفش كويس او ما يشوفش اصلا. وفي كمان يحصل سكندري انفكشن الام بي سي دي اللي هي ميوكوبيريلانت كونجكتيفا، تمام، ميوكوبيريلانت كونجكتيفايتس. طيب يبقى دلوقتي الجزء ده خلاص خلص، المضاعفات طبعا مهمه. العلاج بقى المفروض ان انا اول حاجه هعالج السبب، هعالج السبب بنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. احنا عرفنا خلاص ان هي انت المفروض دي اصلا عباره عن نوديول في الكونجكتيفا، والنوديول دي بتكون هو مش حاسس يا بقى بس هو بيبقى حاسس ان هي موجوده، والمفروض كمان ان هي حواليها زون اوف هايبريميا، في احمرار حواليها والكلام ده، وسببها اندوجينوس انفكشن هي اللي سببت اصلا اللي هي تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن والالرجي اللي حصلت في عينه دي، تمام. فانا هنعالج السبب وبعد كده هندي نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج، وهدي كمان اللي هو توبيكال شورت كورس ستيرويدز برضو لفتره قليله زي ما قلنا قبل كده ان هي اقل من اسبوعين، وهدي بقى حاجه مهمه قوي هو اتروبين لو الموضوع ده راح مس الكورنيا بقى وحصل كورنيا الالسر، فهدي وقتها اتروبين، تمام. طيب رجع برضو قالك طب علاج بقى الفاسيكولار الالسر دي، توبيكال ستيرويدز كوتري فور ذا ليتش اوف بلود فيسلز كاربوليك اسيد كوترايزيشن فور ذا الالسر، يبقى اديني هدي ستيرويدز عادي جدا، هدي ستيرويدز موضوعيه، هعمل كي للبلاد فيسلز، هعمل برضو كي بالكاربوليك اسيد بس في حل الالسر نفسها، تمام، للفاسيكولار الالسر دي. طيب في بقى ديفرنشال دايجنوستس، في حاجات لسه هنتكلم عنها بعد كده زي مثلا الابسكليرايتس البنجيكولا كل الكلام ده لسه ما خدناهوش يعني، بس عامه تبقى عارف ان المرض ده المفروض انت بتفرق بينه وبين الاربع امراض دول. طيب بعد كده في بقى الكونجكتيفال ديجنريشنز التريجيوم، بس عايز ندخل بقى في التريجيوم وكده. في بقى الفلاكتن ده كنا لسه بنتكلم فيه، هيتقري على طول برضو نفس الموضوع، هتلاقي نفسكم خلصت الصفحتين على طول، نبدا على طول في التراجيم. ده فايبروفاسكولار تريانجولار انكروتشمنت اوف ذا كونجكتيفا اون ذا كورنيا، يعني ايه؟ من الاخر تعالوا نشوف المرض ده في صور وكده، بتلاقي ان انت دلوقتي موضوع احنا في الكونجكتيفا عادي جدا، تمام، الجزء اللي هو البالبر ده بيقوم بصوا ساحب 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 ورايح على الكورنيا، نفس الموضوع هنا كده، تمام. فكل الموضوع ان بيحصل حاجه اسمها انكروتشمنت of the conjunctiva on the cornea، وشكلها واضح جدا ان هو triangular، يعني لو جينا عملنا ليها borders كده هنشيل ده، لو عملنا ليها مثلا borders هتحس ان هي فعلا سحبت بشكل مثلث، تمام. فبتبقى fibrovascular triangular encroachment of the conjunctiva on the cornea، الconjunctiva بتسحب وتروح تبقى على الكورنيا بنفس المنظر احنا شايفينه ده، يبقى دي حاجه اسمها تريجيوم، بالعربي اسمها مش مفهوم بالنسبه لنا اسمها الظفره، بس هي عامه هي حاله منتشره. سببها ايه بقى؟ ان بيحصل irritation بس للناس بسبب التراب والالترا فايلوت، اهو الترا فايلوت الدست عمل كرونيك اريتيشن، تمام. كمان ان بيحصل اكوايرد الليمفال ستيم سيل ديفيشنسي، وبما ان الستيم سيل اساسا دي بروتكتيف بارير، فلما يحصل فيها ديفيشنسي يبقى انا كده فقدت البروتكتيف بارير ده كمان، فدول السببين اللي بيحصل فيها الظفره او التريجيوم ده، دي تعتبر من الكونجكتيفال ديجنريشنز، تمام.
يبقى كرونيك اريتيشن بسبب الالترا فايلت والدست اكوايرد ليمبال ستيم سيل ديفيشنسي، فيحصل طبعا بسبب الديفيشنسي دي لوست للبروتكتيف بارير. الكلينيكال بيكتشر بقى، اول حاجه في ديسفيجرمنت، اكيد ده مؤثر على شكل العين تماما وعامل تشوه. ديسفيجرمنت يعني تشوه، تمام. دروب اوف فيجن ديو تو بيوبيلاري كافرج اند استجماتيزم، يعني دلوقتي انت الموضوع ده هل مجرد بس حاجه تجميليه او حاجه في الشكل وتشوه وكده؟ لا، قالك كمان الموضوع بيأثر على الرؤيه بسبب البيوبيلاري كافرج، ان هو يفضل يسحب زي الصوره دي بقى، يعني دي الصوره دي بتوضحها اكتر، ان هو بروسس سحب قوي قوي لدرجه ان هو راح عند البيوبل نفسها في نص الكورنيا، وكمان الاستجماتيزم، فده كله يعمل دروب اوف فيجن. طيب الساينز بقى، ده الحاجه اللي هو اصلا يشتكي منها واحد ملاحظ على نفسه المنظر ده ومش شايف كمان كويس، تمام. الساينز اللي انا هلاحظه عليه ان هي اصلا كومنلي بتكون نيزل اند بايلاترال، بتيجي في العينين الاثنين وبتكون نيزل، يعني في الجزء القريب للنوز. بصوا لو جينا قسمنا الجزء ده نصين كده، شوف اي حاجه ثانيه مش ممكن ده، لو قسمنا الموضوع نصين كده هتلاقي ان الموضوع بس منتشر في الناحيه القريبه من النوز، يعني الميديال سايد اوف اي. تيجي برده نفس الموضوع في العين دي اهو، تلاقيها عند نيزل، تمام، ولا بتيجي في العينين، تمام. يبقى تاني ان هي commonly بتبقى نيزل وبايلاترال. بعدين بيبدأ يوضح لك ان هي تكوين للمنظر ده في تريجيوم، ان هي بيكون ليها ايبكس هيد اور كاب، دي بتكون فوق الكورنيا مع بيجمنتيشن او من غير بيجمنتيشن، بس لو في بيجمنتيشن عند الاند هسميها حاجه اسمها الستوكر لاين، تمام. بعد كده ليها طبعا النك بقى دي فوق اللمبس. طيب البودي بتاعها ده لوزلي ادهيرنت سكليرا، طبعا التكوين بتاعها ده من الحاجات برضو اللي بتتقرق كويس يعني. طيب انواعها انا عندي ان هي اما ان هي تكون بروجريسيف او ستيشنري او ريجريسيف او فايبرس او ممبرينس، ما علينا من كل الكلام ده. ايه مواصفاتها لما تكون بروجريسيف؟ لما تكون بروجريسيف مثلا اول حاجه تبقى فاسكولار يعني فلاشي نسيج كده، كريبنج توورد ذا كورنيا يعني بتسحب في اتجاه الكورنيا كده او بتزحف في اتجاه الكورنيا، دي لما يكون التايب بتاعها اللي هو بروجريسيف فاسكولار فلاشي كريبنج توورد ذا كورنيا. ممكن تبقى ستيشنري او ريجريسيف، ممكن تبقى فايبرس او ممبرينس، ما علينا. في بقى انا عندي حاجه اسمها ترو تريجيوم وسودو تريجيوم، كل اللي احنا حكينا فيه فوق ده بتفاصيل التريجيوم اصلا، ان الكونجنكتيفا تسحب على الكورنيا والكلام ده، وتكون بسبب كرونيك اريتيشن بسبب الالترا فايلت ريز والدست، وان في نقص في الستيم سيل موجود في الليمبس، يعني بالتالي احنا فقدنا البروتكتيف بارير، وقعدنا نتكلم على السيمتومز والساينز، وهي اصلا الشكل اللي احنا اتكلمنا عنه كتريجيوم ده عباره عن ايه وكده وانواعه. جه قال لك انا عندي بقى ترو وسودو تريجيوم، كل اللي احنا اتكلمنا عنه فوق ده هو ترو تريجيوم، حتى لك بص عند السبب بتاعه سي ابوف، كل اللي فوق ده يا معلم هو الترو تريجيوم. طيب وبيكون نيزل في الميديال سايد، يعني بايلاترال يوجوالي بيجي في العينين الاثنين. وفي حاجه عندنا اسمها الهوك تست، ودي بمعنى خطوف، يعني لو هيقدر يعدي من تحت النسيج اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو المفروض الكونجنكتيفا سحبت على الكورنيا، يبقى هيبقى نيجاتيف، الهوك ده مش هيعدي من تحته، تمام. فالاختبار ده يبقى نيجاتيف، وبيكون الكورس بتاعه بروجريسيف او ريجريسيف. لما اجي على السودو تريجيوم ده، قال لك السودو تريجيوم ده عباره عن ان الكورنيا كان فيها ألسر، تمام، ولما الألسر دي جت تلتئم قربت منها او مسكت فيها جزء كده من الكونجنكتيفا. تاني لما الكورنيا يكون فيها ألسر ودي خلاص بقى هي الألسر بتلتئم والكلام ده، يبدا جزء من الكونجنكتيفا يمسك فيها. فقال السبب هنا كونجنكتيفا الفولد اتيتش تو هيل الكورنيا الألسر. طب المكان بتاعها؟ قالك في اي مكان، لكن الترو قلنا نيزل، موست كومونلي نيزل او يوجوالي نيزل، والسودو برضو يونيلاترال، ده المكان بتاعها الثانيه كانت بايلاترال، يوجوالي بايلاترال في العينين، لكن السودو دي هي اكيد مش هيحصل صدفه ان الاثنين كورنيا هيحصل فيهم ألسر، تمام، وتبقى هيلد ويقرب منها جزء من الكونجنكتيفا، لكن دي تحصل في العين اللي حصل فيها كورنيال ألسر فيقرب منها كونجنكتيفا الفولد، فتبقى يونيلاترال في العين اللي حصل فيها المشكله دي. الهوك تيست هيقدر يباث اندر ذا نيك، يبقى هنا كده عادي هو بوزيتيف هوك تيست. الكورس ستيشنري، خلاص هي يعني الوضع ستيشنري يعني ثابت، لا هي بروجريسيف ولا ريجريسيف، لكن في التروت ريجيوم لا، الكورس بتاعها بيبقى بروجريسيف او ريجريسيف، تمام. العلاج انا هتابعه لو الموضوع ده اسمه يعني اسيمتوماتيك، يعني فاهم مش مؤثر عليها قوي يعني، لكن لو لا هحتاج ان انا ادخل واعمل استئصال بالجراحه والكلام ده، لو الموضوع ده عامل مشكله كوزماتيكالي او شخص مش متقبل نفسه بالمنظر ده في حاجه، يعني في مشكله تجميليه فانا عايز اعملها، او مؤثر اصلا على الرؤيه، مقرب اساسا من الكورنيا من النص وكده وعامل مشكله ومؤثر على الرؤية يعني. ماشي، بعد كده في بقى كذا تكنيك. اول حاجة هعمل اكسجن وسبيرس كليرا، وقال لك دي بترجع على طول، كده كده تفاصيل عمليات مش مطلوبة قوي، بس طبعا لازم يبقى عندنا خلفية. يبقى انا هعمل استئصال كده وسبيرس كليرا، وقال لك ده بترجع. طيب انا بقى في الكام حاجة اللي انا هتكلم عنهم دول، المفروض ان هما بيقللوا لي الريكارنس ريت، بيقللوا لي معدل ان موضوع التريجيوم ده يرجع تاني. ايه بقى الحاجات دي؟ ان هو يعمل بيتا ايراديشن مع سترونتيوم 90، وده بيكون ده انتي ميتوتيك، السترونتيوم 90 ده انتي ميتوتيك، تمام. تاني حاجه في حاجه اسمها الميتومايسين سي بينهبت البروليفريشن. بعد كده هستخدم كونجنكتيفال جرافت او فلاب، ممكن ما نعملش كده اهو، فلاب او جرافت. طيب امنيوتيك ممبرين جرافت،
ليمبال ستيم سنترومز بلانتيشن، لان دي احنا قلنا ان النقص بتاعها بوظ لي خالص البروتكتيف بارير، فعمل لها عمل زرع للستام الليمبال ستيم سيل يعني. ودي قالك دي ليست ريت اوف ريكيرنس. طيب لماذا الكراتوبلاستي اف انديكيتد؟ وكلمه الكراتوبلاستي يعني انا ايه، جزء من الكورنيا حصل فيه مشكله تمام، فالجزء الدامج ده انا هشيله واستبدله بحاجه تانية، او استبدله بجزء تاني يكون الجزء التاني ده يحل محله ويكون هيلثي وان تمام. بس يبقى دلوقتي انا عندي تكنيك اكسجين وسبيريس كليرا وده بيرجع. طب انا اقلل معدل الرجوع تاني ازاي؟ قالك بالطرق اللي قدامنا دي، فاقراوها وخلاص على كده. طيب البنجاكيولا او تقريبا بنجواكيولا، هي بنجواكيولا دي عباره عن الاستاتيك هاي لاين دي جنريشن اوف ذا سب ابيثيليال كونجكتيفال تيشو ديو تو افكت اوف الترا فايلت ريز ان اول بيبل. يعني بالراحه كده كل الموضوع ان انت الناس الكبيره في السن بتتاثر باشعه الشمس. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل الاستاتيك هاي لاين دي جنريشن اوف سب ابيثيليال كونجكتيفال تيشو، بس في حاجه اسمها البومن ممبرين مش بيتاثر تمام. الموضوع ده بيكون بايلاترال في العينين الاثنين، وبيكون تريانجولر، وبيكون نون فاسكولار يلو نوديول. النوديول اللي هتظهر دي كده البنجواكيولا، فهي بتبقى نون فاسكولار لونها اصفر تريانجولر، وبتيجي في العينين بايلاترال برضو في النيزل سايد. الكلام ده في النيزل سايد اوف كونجكتيفا. ديفرنشال دايجنوزز، لازم افرق البنجواكيولا عن الفلاكتن. طيب لو نفتكر ونرجع بالراحه كده بالذاكره تاني، ان الفلاكتن ده اللي كان بيحصل تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي بسبب اندوجينس اورجانيزم زي ما قلنا الامثله قبل كده. طيب العلاج مش هستخدم، مفيش علاج خالص الا لو الموضوع ده او النوديول دي كبيره وديسفيجرنج عامله تشوه تمام. بس كده وبصراحه ريحنا جدا. بعد كده هنتكلم عن الدراي اي ديزيز، ولو ما وقفتوش لحد دلوقتي بجد وقفوا ويعني اقراوا الحاجه اللي فاتت كده بالراحه بتركيز مره واتنين وكملوا الدراي اي ديزيز. مرض جفاف العين او الدراي اي ديزيز بدا اول حاجه في تعريفه ان ده كوتير فوليوم فانكشن، يعني الدموع مش كفايه، الفوليوم بتاعها مش كفايه او الفانكشن بتاعتها، فده بيتسبب في انستيبل تير فيلم اند اوكيولار سيرفيس ديزيز. باختصار المفروض ان انت لاكريمال جلاند شغاله وبتخرج الدموع، الدموع دي فيها تفاصيل كتير قوي. المهم ان هي ابسط حاجه خالص، حد يقول لك ان دي بتعمل ترطيب للعين، فالمفروض ان انا ده بيخرج بشكل طبيعي بكميه طبيعيه وبتؤدي وظيفه معينه. لا، اكيد في جفاف العين ده فهو ان ادكوت فوليوم او ان ادكوت فانكشن تمام، فبالتالي هتؤدي الانستيبل تير فيلم اند اوكيولار سيرفيس ديزيز، يحصل كمان مشاكل. طيب هي عامه هي شائعه جدا 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 ومنتشره بين كل الناس، ولكن الاكتر يعني في الستات البوست بعد من البوز وفي ناس كبار السن تمام. بعد كده بقى عايز يتكلم على الايتيولوجي اند كلاسيفيكيشن، ايه السبب؟ اول حاجه اكوس ديفيشنت ديكريز سكريشن اوف اكوس تير فيلم. عندي حاجه سبب حاجه اسمها اسجوجرن سندروم دراي اي ونون اسجوجرن سندروم دراي اي. عامه الاسجوجرن سندروم دي ما هي الا انك بيحصل ديستراكشن لللاكريمال جلاند، ودي حاجه من المناعه، حاجه اوتو اميون، مناعتك بتضرب اللاكريمال جلاند وتعملها ديستراكشن تمام، وبتكون شائعه اكتر في الفيميلز تمام. لكن انا ما بتكلمش عنها، كل اللي قاله ان انا في الاكوس ديفيشنت الديكريز سكريشن اوف اكوس تير فيلم، وقالوا المثالين دول. طيب انا عندي في معلومه كتبها كده، قالك اللاكريمال ديفيشنسي، اللاكريمال ديفيشنسي قالك ممكن تبقى سببها برايمري حاجه ريليتد للايدج للعمر او كونجنتال الاكريما، وفي فاميليال ديس اوتونوميا دي يعني كحاجه ايه برايمري تعمل لاكريمال ديفيشنسي، سكندري بقى نتيجه التهابات واورام وايدز وجرافت فيرسس هوست ديزيز تمام. بعد كده هيتكلم على اللاكريمال جلاند دكت اوبستراكشن، حصل انسداد في الدكت بتاع اللاكريمال جلاند بسال عليها في تراكوما سيكاتريشال بانفيجويد كيميكال انجري ستيفن جونسون سيندروم تمام. دي امثله ان حصل اوبستراكشن. كنت واخده صوره كده مجمعه كام صوره من جوجل عن سيكاتريشال بانفيجويد، فهنبص عليهم بس على طول. بس هما كام صوره كده، ده السيكاتريشال بانفيجويد كده. خدنا اول سبب اللي هو كان اكوس ديفيشن ديكريس سكريشن اوف اكوس تير فيلم. تاني سبب الايفابوريشن او ايفابوريتيف اكسسيف ايفابوريشن اوف تير فيلم تمام، وده بسبب حاجه انترنسيك ان في مثلا نقص في الميبوميان جلاند، او حاجه اكسترنسيك نقص فيتامين اي. طب نقص فيتامين اي ده بيكون ممكن او يعني غير ان هو نقص فيتامين اي ممكن يبقى كمان ده ممكن يحصل كعامل اكسترنسيك يعني يزود الايفابوريشن بعد اللي هي عمليات اللي هي جراحات السمنه والكلام ده، يعني الجراحات اللي هي بنعملها عشان التخسيس وكده من الاوزان العاليه قوي. طيب كونتاكت لينز وير، الناس اللي بتستخدم العدسات اللي هي سواء ملونه او عدسات عامه للعين يعني. خلاص يبقى تاني انا العامل بتاعي عشان يزود الايفابوريشن بتاع التير فيلم اما ان هو يكون حاجه داخليه الميبوميان جلاند ديفيشنسي. طيب اكسترنسيف نقص فيتامين اي ده ممكن يحصل بعد عمليات زي ما قلنا عمليات السمنه او عمليات علاج السمنه. وبرده غير بقى نقص فيتامين اي موضوع الكونتاكت لينس وير، الناس اللي بتستخدم كتير قوي يعني العدسات وكده تمام. في ملحوظه كده تحت لسه كنا بنتكلم عنها، الاسجوجرن سندروم دي عباره عن اوتو اميون ديستراكشن اوف ذا لاكريمال جلاندز، وتكون شائعه اكتر في الفيميلز.
طيب في بقى بيتكلم عن حاجات البرايمري، عندي حاجه اسمها زيرو ستوميا ده دراي ماوث، في زيرو فالميا دراي اي، ريكيرنت فالفو فاجينايتس. طب سكندري بتكون اسوشيتد ويز روماتويد ارثرايتس. تمام. الكلينيكال باكج قلنا جنرال يعني بيحصل او الموضوع بيسوء قوي ديورينج او اوفر ذا كورس اوف ذا داي، يعني كل ما اليوم كده تبقى مطول في اليوم كل ما تحس ان الموضوع اسوء. ان احنا هنتكلم في جفاف العين او دراي اي، اول حاجه احنا اتكلمنا في موضوع السيمتومز ايه اللي هيحس بيه، كنت كان الموضوع من بدايه الشرح كده دي دي ار اللي هي فكره ديسكمفورت ديسشارج وريدنس، هو نفس الموضوع. قال لك هنا كده ديسكمفورت، احساس بالاريتيشن او فورين بودي سنسيشن او بيرنينج، في حرقان او حاسس ان في حاجه غريبه في عيني، حاسس غريب في عيني او انا مش مرتاح، في اريتيشن ديسكمفورت. ثاني حاجه ديسشارج وصفه ان هو ووتري او ميكويد. بعدين قال حاجه اسمها بارادوكسكال ريفلكس تيرنج، يعني بسبب الجفاف ده اصلا انت هتدمع. طب انا عندي جفاف ازاي وانا بدمع زياده؟ ما هو ده يعني ايه حاجه، ده ريفلكس ان انت اصلا اوريدي في جفاف، مفيش دموع مفيش حاجه خالص، فبيحصل تيرنج زياده بس انت اوريدي عندك جفاف. تمام. يبقى الديسشارج هنا بيكون ووتري او ميكويد. في بقى ريدنس اللي هو ثالث كتاب، اول حاجه عندي ديسكمفورت ديسشارج ريدنس، هاجي عند ديسشارج واوصفه ان هو ووتري او ميكويد. تمام. ومن يعني في وقت الووتري عشان بيكون في ريفلكس تيرنج، بارادوكسال ريفلكس تيرنج. طب وقت الديسكمفورت قلنا بقى اللي هو اريتيشن فورين بودي سنسيشن بيرنينج، وكل كان دي كلها سيمبتومز، دي الاعراض اللي هو هيجي لي بيها. تمام. الساينز بقى انا اشوف عينه ان في لوس اوف لاستر في كورنيا اند كونجنكتيفا، يعني عينه ما فيهاش اللمعه الطبيعيه اللي هي النورمال اصلا بتاعه الاستراكشر ده. طيب ديكريس تير مناسكس، بيبقى الدموع يعني اقل من 1 ملي، مش عارفه ممكن مناسكس الدموع اللي هي الدم بيكون ليها حجم معين مثلا وهي نازله 1 ملي فهي تكون اقل من كده ممكن حاجه، المهم يعني فالتير مناسكس قليل او ديكريس يعني تحت ال 1 ملي. كونجنكتيفال فولد اور رينكلينج كونجنكتيفا كليزز بانكتيت ابيثيليال ايروجنز. في سيفير كيسز بيحصل بقى فلامنتري كيراتايتس، وحاجه اسمها الباتشات او البايتس سبوتس، دي بتكون تشالكي وايت فومي باتشز، باتشات كده لونها ابيض، كلمه تشالكي يعني شبه التبصير شويه، فومي باتشز بتبقى موجوده عند الاكسبوزد بالبر تيمبرال كونجنكتيفا، والسبب بتاعها تاثير الزيروزس باسيلاي بكتيريا اون ذا ديد كيراتينايز ديبيثيليوم، تاثير الجفاف اللي مسببه الباسيلاي بكتيريا على اصلا ديد كيراتينايز ديبيثيليوم. تمام. فالباتت سبوت دي شالكي وايت فومي باتشز موجوده عند الاكسبوزد بالبر تيمبرال كونجنكتيفا، السبب بتاع الكلام ده كله هو تاثير الزيروزز بس اللاي بكتيريا اون ديد كيراتينايز ديبيثيليوم. الانفستيجيشنز بقى اللي بعملها في حالات الدراي اي او في جفاف العين، اول حاجه فلورسين بريك اب تايم. تمام. او احيانا بيبقى اسمه تير بريك اب تايم. طيب ده بيقول لك لو اقل من 10 ثواني معنى كده ان في تير فيلم انستابيليتي. مبدئيا التفاصيل انا هقولها مش مطلوبه مننا بس لازم عشان نفهم اصلا ايه الانفستيجيشنز دي، يعني هو حاطط لي ثلاث حاجات انا مش فاهم منهم اي حاجه وحاطط بس كام معلومه. فباختصار الفلورسين بريك اب تايم ده هو بيجيب العيان ويبقى محطوط تحت ضوء معين، يعني يحط في عينه تقريبا ماده اسمها صوديوم فلورسين، والعيان ده ما يرمش يعني فتره كده يحاول ان هو يخلي عينه ما ترمش خالص لحد ما انا بلاحظ تايني بلاك سبوتس كده زي نقط تقريبا سودا بتكون صغيره خالص، وبعدين يعني اشوف هي ايه الوقت اللي ظهرت فيه، يعني عدى وقت قد ايه عشان اصلا التايني بلاك سبوتس دي تظهر. لو الوقت ده من 10 ل 35 ثانيه فالعيان ده كويس، لو اقل من 10 ثواني فهو ده في انستابيليتي. يعني الاخر الفلورسين بريك اب تايم ده هو بيتست التير فيلم استابيليتي، هل هو التير فيلم ده ستيبل ولا ستيبل. تمام. بما ان احنا قلنا اقل من 10 ثواني خلاص يبقى ده بيبقى ان ستيبل. تفاصيل التست مش علينا خالص بس انا دورت عشان نبقى فاهمين احنا بس بنقرا. تاني حاجه اسمه تقريبا شارمر تست، ده برضو ده المفروض ان هو تست بشوف بيه العين هل العين بتطلع دموع كفايه ترطب العين ولا لا. تمام. اللي برضو بيكون النسبه بتاعتها الكويسه يعني ان هو يكون فوق ال 10 مللي في الخمس دقائق لازم، يعني مثلا لو 15 مللي بيخرج في خلال 5 دقائق انت كده كويس. فالمعلومه اللي حطها عندنا ان الشيرمر تاست ده لو اقل من 5 مللي في الخمس دقائق معنى كده ان في اكوس ديفيشنسي، يعني مفيش دموع بتخرج كفايه تعطب العين. ده تاني تست. ثالث حاجه في الانفستيجيشنز حاجه اسمها روز بانجل ستيننج، ماده بصبغ فيها بس هي بتصبغ الدي فايتلايزد ابيثيليال سيلز. نجيب القلم. دي فايتلايزد ابيثيليال سيلز او الديد ابيثيليال سيلز او الدي جنريتد ابيثيليال سيلز. تمام. فبما انها هي بتصبغ الخلايا الميته، تمام، الديد الدي فايتلايزد اللي مش حيه الدي جنريتد، معنى كده ان هي كل ما يكون هاي سكور صبغت خلايا كتير معنى كده ان في ميوسين ديفيشنسي، في خلايا ميته كتير وكده لانها صبغت. هو واضح الموضوع؟ يبقى دي الثلاثه انفستيجيشنز اللي عندنا. باختصار تاني الفلورسين بريك اب تايم بحط ماده في عينه بخليه ما يرمش لحد ما تظهر تايني بلاك سبوتس، المفروض بتظهر من 10 ل 35 ثانيه ده متوسط الوقت البني ادم اللي عنده تير فيلم استابيليتي عادي. اقل من 10 ثواني معنى كده ان هو عنده تير فيلم انستابيليتي، مطلوب منكم المكتوب ده. شيرمر تيست قلنا نفس الموضوع، انا بشوف العين دي بتطلع دموع كفايه ترطب العين ولا لا، معاك لحد 15 وطالما انت فوق ال 10 مللي في الخمس دقائق انت تمام، 15 مللي في الخمس دقائق انت تمام، لكن لما يكون تحت ال 5 مللي في الخمس دقائق معنى كده ان في اكوز ديفيشنسي. روز بانجل ستيننج
برضو بتصبغ دي فيتالايزد او دي ابيثيليال سيلز. فبالتالي الهاي سكور بيقول لي ان في ميوسين ديفيشنسي. دي الانفستيجيشنز بتاعت الدراي اي. العلاج بقى، اول حاجه بعالج السبب، بشوف ايه سبب اصلا ان في جفاف في العين وبعالجه. تاني حاجه بعمل حاجه اسمها ريبليسمنت وذ ثيرابي، يعني بدي احيانا اللي هو مش عارف بيقول تبقى ارتفيشال تير سبستيتيوت، يعني ماده كده تكون بديله عن الدموع اصلا اللي هي طبيعيه. دي حاجه بتكون صناعيه مع شويه اوينتمنت مرطبات بقى او اوينتمنت ليها مراهم يعني وكده. طيب ثلاثه او ثالث بوينت في العلاج، يعني بانكتال اوكلوجن ان سفير كيسز، لو في بقى اي انسداد او حاجه في حالات الاس جوجرن سندروم. كمان في توبيكال انتي انفلاماتوري دراجز برده، ان هو يستخدم ادويه مضاده للالتهاب موضعيه. Optimization of environmental humidity to retard evaporation، يعني حاول ان انت تقعده في مكان الرطوبه بتاعته كويسه، optimal مثاليه كويس، يعني نسبه معقوله عشان بس ان انت تاخر شويه موضوع evaporation اللي بيحصل وبيكون سبب من اسباب الجفاف. خلاص دي بقى اللي هنبقى نتكلم كده، خلصنا تقريبا. كان دي كان اخر بوينت في الدراي اي، كانت بوينت العلاج. بعد كده هنتكلم في السكليرا، هيدي هنت بسيطه قوي عن الاناتومي والفيسيولوجي. اول حاجه ان السكليرا احنا عندنا كورنيا والسكليرا، فالسكليرا بتبقى بتمثل البوستيريور خمس اسداس تقريبا، يعني خمس اسداس. الاوتر كود بتاع العين بيكون عباره عن سكليرا. ولا دي عايز اقول لك يعني ده الجزء اللي انا بشوفه بيكون الفيزيبل وايت اوبيك، يعني اللي انا ببقى شايفه من العين ده. تمام، يبقى الخمس اسداس الاوتر كود بوستيريورلي للعين فيزيبل وايت ان اوبيك. تمام، differentiations of the sclera include ايه؟ عندي لامينا كريبروزا، ودي بتكون اضعف نقطه من السكليرا، اللامينا كريبروزا دي وشبه الشبكه وفيها هولز كتير او فيها ثقوب كتير يعني. بعد كده قالك بيعدي من خلال اللامينا كريبروزا ده الاوبتيك نيرف، تمام كده، او فايبرز اوف اوبتيك نيرف. ثاني حاجه اسمها السكليرال سبير. واخر حاجه دي بتفيد بتكون فتحات في السكليرا، والفتحات دي بتكون اصلا هي النقط الضعيفه الموجوده في السكليرا، واللي ممكن من خلالها تبقى دي اماكن من يعني يحصل من خلالها رابشر للجلوب. تمام، قسم بقى الفتحات دي البوستيريور وميدل وانتيريور. بوستيريور فور لونج اند شورت سيلري فيسلز اند نيرفز. بعد كده الميدل قال بتكون 4 مللي ورا الايكويتور، دي بتكون عشان الفورتكس فينز. الانتيريور فور انتيريور سيلري فيسلز. تمام، فدلوقتي انا عندي ال 3 بوينتس دول مقسمين عشان يوضحوا لي الفتحات اللي بتكون في السكليرا، والبوينت دي مهمه بتاعت ان هي طبعا نقطه ضعيفه ممكن من خلالها يحصل رابشر للجلوب. اتكلم برضو عن اضعف نقطه، يبقى اضعف نقطه يبقى لامينا كريبروزا، وان هي شبه الشبكه وفيها حفر كتير او ثقوب كتير او هولز كتير، فبيعدي من خلالها فايبرز الاوبتيك نيرف، يبقى دي لامينا كريبروزا. انا عندي ثلاثة، لامينا كريبروزا، سكليرال سبير، واوبننجز ان ذا سكلير. بعد كده هيتكلم على الالتهابات اللي بتحصل فيها. التهابات اول نوع اسمه ابسكلرايتس. تمام، فبيتضمن ايه؟ اول معلومه ده فيها ان هو سيلف ليميتد، يعني دي حاجه بتخف لوحدها، التهاب كده سيلف ليميتد. وبعدين بدا يقول لك بقى ان الالتهاب ده اصلا بيكون فين بالظبط، بما انها ابسكلرايتس للسوبرفيشال لايرز اوف سكليرا اند ديب سب كونجكتيفال كونكتيف تيشو. تمام، بتيجي في اليونج ادلتس بترجع بنسبه 67% ريكيرنس. فكره ان هي تكون بايلاترال او في العينين اللي هي الابسكلرايتس دي بتكون بنسبه 33% تيجي في العينين، بتيجي مع الهربس زوستر فيروس، مع روماتويد ارثرايتس، مع الجاوت او نقرس. الكلينيكال باكتشر بقى الاعراض اللي بتحصل مايل تو نو ديسكمفورت، يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي بيحس بيها تكون بسيطه جدا جدا جدا، توصل لمرحله ان هي تكون اساسا مش عامله له قلق اساسا او مش مضايقاه. تمام، ساينز بقى ايه اللي انا هشوفه في عين اللي عنده ابسكلرايتس؟ اول حاجه هيتكلم ان انا ايه، انا لما اعمل سيكترال او ديفيوز انجكشن هلاحظ اصلا ان هو عنده فيه فينوديولز وفيه كيموزز. تمام، كمان الحاجات دي بتكون سام ديستانس، بتكون مثلا من 2 ل 4 مللي من اللمبس. لو انا حطيت ماده اسمها اللي هو الفينايلفرين ده بس بتركيز 2.5%، حاجه يعني حطها توبيكال وكده، هيحصل بلانشنج، تبيض شويه. طيب كمان اللون اللي بيتظهر لي عليها بيكون بيربل، يعني الحاجه اللي هي ظاهره اللي انا شايفاها بعيني ده بيكون بيربل عشان معدي فيها ديب سكليرال فيسلز. تمام، طيب التهاب ده بيكون فيكسد للسكليرا، ولكن الكونجكتيفا بتتحرك فوقه. ليه؟ لان احنا قلنا ان هو اصلا بيكون سب كونجكتيفا، مش هو ابسكلرايتس، قلنا عباره عن ان هو اصلا في تعريفه التهاب في الطبقات السطحيه والديب سب كونجكتيفا كونكتيف تيشو، فهو تحت الكونجكتيفا، فهو ثابت مع السكليرا ولكن الكونجكتيفا هو تحتها بتتحرك فوق. واضح؟ دي ساينز اللي انا هشوفها، اقروها مره اتنين كده الدنيا تظبط معايا. الديفرنشال دايجنوز الابسكلرايتس بفرقه طبعا عن الفلاكتل. العلاج هيقول لك ان انت يعني شوف بقى اي في سيستميك اسوشيشن، يعني الاول لان زي ما قلنا هو بيجي مع الهربس فوق هنا، الهربس زوستر والروماتويد والجاوت. تمام، فانت بص الاول عشان لو في مرض هو جاي معاه فتعالجه. المهم، وبعالج جنرالي ان انا بدي اورال نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ده
سيستميك او جنرال يعني. طيب اللوكال بقى هدي فازو كونستريكتور توبيكال، هدي ستيرويدز زي الفلورو ميثولون، وفي حاجه اسمها لوتيبريدنول ده هيمشي معاك خلاص. يبقى انت في العلاج اول حاجه هتشوف هو معايا سيستميك اسوشيشن ولا زي ما اتكلمنا فوق، وبعدين نتكلم على علاج لوكال، بدي فازو كونستريكتور وبدي مايلد ستيرويد، وجنرال بدي اورال نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دروب. طيب تاني حاجه كده الحمد لله برده خلصنا الابسكليرايتس. السكليرايتس بقى السكليرايتس ده التهاب في كل طبقات السكليرا تمام. هبدا بروح كده ادي كلاسيفيكيشن سريع، ان انا عندي مثلا ايه الانتيريور سكليرايتس، وفي مثلا النيكروتايزنج، وفي البوستيريور. اول حاجه الانتيريور هو عامه نون نيكروتايزنج ونسبتها 40% تمام. لو هو ديفيوز يبقى انت بيناين ديزيز، لو نودولر يبقى ممكن يبقى فيه بنسبه 25% من الحالات يحصل لهم فيجوال لوس فقد للبصر. تاني نوع النيكروتايزنج نسبه 40%، في نيكروتايزنج مع التهاب ومن غير التهاب. اللي من غير التهاب ده انا بعتبره بيناين تمام، وبيسميها سكليروماليشيا بيرفرنس. وبعد كده اتكلم على اللي فيه التهاب، هو فوق قال لك ان اللي فيه التهاب ده 25% مورتاليتي، يعني لما يكون هو نيكروتايزنج وكمان مع التهاب يبقى الربع فيها مورتاليتي والتلات ارباع فيها فيجوال لوس تمام. قال لك فينوكلوسيف جرانديوميتس سنس او اس اي ان اس يعني. طيب هنيجي نتكلم على البوستيريور سكليرايتس، الحاجات دي كلها بتتحفظ ده بنسبه 20% تمام. 40 20 يبقى عندي اول حاجه كنا قايلين الانتيريور نون نيكروتايزنج 40%، النيكروتايزنج 40 بس في منه مع التهاب، وده اللي فيه ده مصيبه لوحده لان قلنا فيجوال لوس بنسبه 75% مورتاليتي بنسبه 25%، وذاوت انفلاميشن ده بناين سكليروماليشيا بيرفرنس. طيب بعد كده البوستيريور بقى ال 20% الباقيين فهلك بيكون معاه بنسبه 50% سيستميك اسوشيشنز تمام. في بقى منها حاجات نون انفكتيف وفي انفكتيف. يبقى البوستيريور سكليرايتس الحاجات الانفكتيف اللي فيه مثلا الهربس زوستر والهربس سامبلكس فيروس التوبركلوزس والسيفلس تمام. طيب الحاجات بقى النون انفكتيف الروماتويد ارثرايتس بنسبه 40%، الاس ال اي او السيستميك لوبس اريثروماتوزس، الفيجنر جرانيولوميتس، بولي ارثرايتس، بولي ارترايتس نودوزا. والبولي ارترايتس نودوزا ده اصلا بيكون التهاب في الاوعيه بس بيكون يعني نيكروتايزنج انفلاميشن تمام، فهي حاله بتكون يعني سيريس شويه. ريلابسنج بوليكوندرايتس. طب الفيجنر او الفيجنرز جرانيولوميتس ده انا كنت مجمعه برده شويه صور ممكن نبص عليها. في الصوره الاولانيه على اليمين اللي هي يعني فيها ده كده مش عارفه الماركر ظاهر ولا لا بس ده تمام، وفي العين دي يعني مثلا بتبقى التهاب في الفيسلز برده يعني، وفي دي تحت تمام دي اسمها الفيجنر جرانيولوماتوزز وبس. دي كانت كام صوره يوضحوهم يعني خلاص. فدي الحالات النون انفكتيف روماتويد ارثرايتس سيستميك لوبس سوماتوزس، في الفاجينال جرانيولوماتوزس او الجرانيولوماتوس. بعد كده اتكلم على البولي ارثرايتس نودوزا ريلابسنج بولي كوندرايتس، وبعدين اتكلم بقى الفاكين الاس اي ان اس اللي كنا بنتكلم عنها فوق كده وقلبناها على طول اللي هي سيرجيكلي انديوسد نيكروتايزنج سكليرايتس. طيب بعد كده اتكلمنا على الانفكتيف ماشي. الكلينيكال اسسمنت بقى هو هيجي لي بين وريدنس وفوتوفوبيا تمام. في حاسس بوجع، في احمرار، كمان مش عارف يبص للضوء خالص. هيتكلم بقى على الساينز ايه اللي انا هشوفه على عيني. اول حاجه هنقول ديفيوز او سيكترال اريا اوف ديب انجكشن، هلاقي زي حاجه اسمها فايليشوس هيو تندر تو تاتش كيموزس سكليرال اديما، ممكن كمان يبقى فيه السكليرال نوديول سكليرال ثيننج. وبعد كده اتكلم ان هو مش بيحصل له بلانشنج بالتوبيكال في اللي هي الفينايلفرين بس نتكلم عنه فوق في الابسكليرايتس لما كنا بنحط منه تركيز 2.5% كان لا كان بيدي بلانشنج، هنا كده مش بيحصل بلانشنج في السكليرايتس تمام. بعد كده يحصل كيراتايتس التهاب في القرنيه اكيوت سترومال كيراتايتس سكليروزنج كيراتايتس مارجنال كيراتولايسيس. بعد كده في حاجه اسمها الكوريوريتينال فولد اند سيريس روماتويد بوستيريور سكليرايتس. في بقى شويه انفستيجيشنز، الانفستيجيشنز اللي هنا شويه تحاليل هي لاب تيست. اللاب دي زي سي بي سي والاي اس ار مش عارفه روماتيك فيفر تيست مش عارف ايه ان ايه اللي هو انتي نيوتروفيل انتي بودي اي ان سي انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بودي. وباقي كل التحاليل دي بعد ما تقراوها هيقول لك ان هي اهم بوينت، يقول لك ان التحاليل اللي قريتها دي بقى بوزيتيف في الفيجنر والبولي ارترايتس نودوزا تمام. الفيديو لسه احنا شايفين صورتها والبولي ارترايتس نودوزا، فيكون برضو التهاب في البلاد فيسلز كده نفس الموضوع يعني. في بقى التريتمنت هدي اورال وتوبيكال نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ستيرويدز اميون سبريسيف ايجنتس. كمان هعالج بقى المشكله نفسها يعني، انت هتدي الحاجات دي بس تقلل الاعراض اللي ظاهره منها واعالج المشكله نفسها. يبقى انا هدي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اورال وتوبيكال، هدي كمان ستيرويدز وهدي اميون سبريسيف ايجنتس تمام. في حاجه عندي بقى اسمها الاوكيولار استافايلوما،
الاوكيولار استافايلوما ده بتكون العين بلج، يعني عامله بلج لبره كده او بتخرج لبره. فقال لك ده عباره عن بلجنج اوف ذا اوتر كوت اوف ذا اي سكليرا اور كورنيا لاين ذا بار يوفيال تيشو. بس وبعدها ايه الاستافايلوما معناها بانش اوف جريبس، ده هيبان من الصور هنا انها تكون طالعه لبره بوضوح. يعني الباثوجينيسيس اما ان الاوتر كوت بتاع العين ضعيف او الضغط جوه العين عالي. تمام، الاوتر كوت ضعيف مثلا بسبب اوكيولار ديزيز او بسبب بيرفوريتنج انجري او ذا كورنيا او سكليرا. طيب ان الضغط جوه العين يعلى، قال ده كنتيجه لانجل بلوك وذ بريفرال انتيريور سينيكيا. تمام، الكلينيكال تايبس بقى، انا عندي نوع اللي قدامي ده جاي في الكورنيا، دي كورنيا استافايلوما فهي بارزه لبره. تمام، ودي السكليرا استافايلوما. الكورنيا الاستافايلوما حاطه تعريف وسبب ومضاعفات ممكن تحصل. التعريف اكتيتد كورنيال سكار تو ويتش ذا ايريس از ادهيرنت. السبب بتاعها بيرفوريتد لارج كورنيال السر اور انجري وذ ايريس برولابس وذ ايريس برولابس. بعد كده اتكلم على الكومبليكيشنز اللي ممكن يحصل جلوكوما سكندري جلوكوما. السبب بتاعها انجل بلوك وذ بريفرال انتيريور سينيكيا. تاني الكورنيا الاستافايلوما هي الصوره اللي قصادنا على اليمين، عبارة عن اكتاتيك كورنيال ألسر to which the iris is adherent. بعد كده اتكلم على الأسباب perforated large corneal ulcer. تاني حاجة هي injury with iris prolapse. تمام، ال complications يحصل secondary glaucoma. طيب في بقى scleral استافايلوما، اكتاتيك سكليرا lined by uveal tissue. أنواع بقى ال scleral استافايلوما anterior, equatorial, posterior. تمام، الانتيريور اللي فيها اماكن. تمام، لو هي عند الكنال اوف سلم او سكالم يمكن يبقى انتر كالوري استافايلوما، لو عند السيلياري بودي سيلياري استافايلوما، لو عند الكورنيا يبقى رينج استافايلوما. تمام، يبقى لو كورنيا رينج استافايلوما، سيلياري بودي سيلياري استافايلوما، كنال اوف سلم او سكالم يبقى دي انتر كالوري استافايلوما. طيب الاكواتوريال استافايلوما ده قال في الفورتكس فينز المنطقه بتاعتها او السايت بتاع الاكواتوريال عند الفورتكس فين. البوستيريور بقى، البوستيريور سببها بروجريسيف مايوبيا قصر نظر بشكل تدريجي وكده، ده بوستيريور استافايلوما. السبب بتاعها بروجريسيف مايوبيا. السايت عند البوستيريور بول اوف اي اللي هو تمبرال تو اوبتيك ديسك. تمام، يبقى ده بوستيريور استافايلوما از ا بوستيريور بول اوف ذا اي تمبرال تو اوبتيك ديسك. اخر حاجه، لا مش اخر حاجه لسه، العلاج بقى بتاع الاوكيولار استافايلوما اي نوع منها. هو قال لنا اوكيولار يعني سواء كانت كورنيال سواء كانت سكليرال بكل السايتس بتاعتها وانواعها. العلاج ان انت تعالج السبب اللي عمل الاستافايلوما اف بوسيبل. تمام، كنا لسه بنتكلم عن الاسباب هنا، ان الاسباب اما ان كوت الاي ده بقى ضعيف بسبب اوكيولار ديزيز معين فدور شوف ايه السبب وعالجه، او بيرفوريتنج انجري اوف ذا كورنيا او سكليرا في اصابه حصلت في الكورنيا او السكليرا هي اللي عملت كده. تاني حاجه ان الضغط يكون زاد كنتيجه للانجل بلوك اوف ذا بريفرال انتيريور سينيكيا. تمام، فالاسباب دي انا عالج السبب فعالج الحاله. تمام، في بقى اخر عنوان خالص الحمد لله في الشابتر كله هو السكليرال ديسكلاريشن. في بلو سكليرا سكليرال اكترس وفي بيجمنتيشن. اول حاجه البلو سكليرا ده بيكون السكليرا لونها ازرق. تمام، والسبب بتاعها ثانينج اند فيجواليزيشن اوف ذا اندرلاينج يوفيا. في حالات مرضيه بقى زي الاهلر دانلوس سيندروم، ترنر سيندروم، مارفن سيندروم، اوستيوجينيسيس امبرفيكتا، سكليروماليشيا بيرفرنس. طيب الاكتروس ده بيكون لونها اصفر، السبب بتاعها هايبر بيلاروبينيميا ان البيلاروبين كتير في الدم. طب البيجمنتيشن قال ده كونجنيتال اوكيولر وبرده ممكن تبقى اوكيولر ديرمال ميلانوسايتوزيس. يعني فعملت حاجه اسمها نيفوس اوف اوتا اللي هي اصلا كلمه نيفوس، النيفوس دي يعني وحمه. وبعد كده قالك دي بتعمل لي ريسك للكرويد الميلانوما، يحصل ميلانوما في الكرويد او الكرويد دي يعني حاجه من استراكشر العين يعني من غير دخول في تفاصيل. فده بوينت البيجمنتيشن congenital ocular melanocytosis او ocular dermal melanocytosis nevus of ota ودي تعمل كمان ريسك للكرويدال ميلانوما. يبقى ده الثلاث حاجات بتوع السكليرال ديسكلاريشن بلس سكليرا سكليرال اكترس والبيجمنتيشن. وهي بس كده يكون الشابتر خلص. راجعوه العناوين اللي خدناها على مدار الشابتر ده. كنا بادئين تقريبا بالسبرينج كتور او الفيرنال كراتو كونجنكتيفايتس. تمام، واتكلمنا عن تفاصيله من غير ما ندخل تفاصيل المراجعه، اقراوها انتوا لو حبيتوا تسمعوا الفيديو كمان مره متسرع ان شاء الله ما يكونش الوقت طول معانا قوي. وبعد كده اتكلمنا عن عنوان الفلاكتين او الفلاكتينيولار كراتو كونجنكتيفايتس. بعدها اتكلمنا عن الكونجنكتيفال ديجنريشنز اللي هو كان التريجيوم
والبنجويكولا، بعد كده دراي اي ديزيز او جفاف العين، كان اخر حاجه بقى كل امراض السكليرا كان الابسكليرايتس وبعدها السكليرايتس، وتقريبا بقى اتكلمنا عن الاستخيلوما اوكلر استخيلوما، واخر حاجه كان السكليرال ديسكلاريشن. فروها بتركيز كده وان شاء الله تبقى الدنيا تمام معانا كلنا وبس، الحمد لله خلصنا. وكالعاده ما ننساش دعاء اهلنا في فلسطين، في غزه، في رفح، في السودان، في العالم اجمع، وربنا ينصرنا ان شاء الله. بس بالتوفيق.